امسكوا شباب يلا هذين الاولين على محمد خذ مع الباب الثاني مع محمد مع سلمان انا مني من اللي تعال سلمان 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 ان شاء الله اخوي سلمان اخوي محمد دكتور عاير فرحه الاطفال هذيله باشياء بسيطه جدا لا تقدر بثمن شوف التعابير شوف مرحلتها شوف لا ما صار سلام عليكم والله عبد الله شوف والله العظيم انك حسب كله معيار هاي هديه لك هاي هديه لك ها امورك انتهت امورك انتهت انا مساعد ابو عبد الرحمن مو بدي لك انا اللي بدي اخذ روحك يمشي والله وما ادري والله عقب انت قميصه لا ابو لا معيد كله شكري بابلي كيدر انتم يلا تعال تعال تمام غير غير كيدر كيدر وزر وزر تشد ليس ما خلاص خلوه حق اللي هناك سماعات خلي لكم هنا تحت نوزع عليهم المساكين يلا في الارض هذا عباره عن متوضا وزي ما انتم شايفين مجموعه حمامات طبعا هنا في الدور العلوي او هو السطح في هذه
حمامات الله يكرمكم ومواضي في كل دور نفس. الآن إحنا في السطح، السطح طبعًا فيه عبارة عن حمامات ومواضي، وكل دور بنفس النمط هذا موجود في الأرضي وفي الدور الأول وفي السطح، وأيضًا هنا موجود هذا المسجد. أبو عبد الله سلمان هذا المسجد. هذا بعد حتى ممكن هاي الساحة دي يشتغلونها. بعد المسجد كمان كبير ما شاء الله. أنا المسجد أشوفه يعني. المسجد كبير ما شاء الله. اي ان شاء الله. هاي فيني اشوف هاي بعد. والله ها؟ مروحة انا على الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. هيا على الصلاه هيا على الفلاح. قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يسر لنا أن نزور مركز الأيتام هذا، وهو مركز ورثة عبد الله عبد الغني وعبد الجليل عبد الغني. الله يكتب لهم الأجر جميع. يا إخوان أحيانا يعني الإنسان يعجز عن التعبير في هذه الكلمات أو في هذه اللحظات، لأن رأينا من الأيتام الأطفال الصغار لا له لا أم ولا أب ولا معيل. لو شفتم ابتسامتهم، لو شفتم تعابير وجيههم بتشوفونها في التقرير، شيء مؤلم شيء مفرح مؤلم. أنت في أطهر أماكن الأرض نقاوة وصفاء وصدقا، لأن هؤلاء الأطفال لا عنده لا تمثيل في ابتسامته، لا تمثيل في عبرته في دمعته. هم صادقين في كل ما يعبرون به، فابتسامتهم وفرحهم بشوفتنا واحتوائنا لهم واحتوائهم هم أيضا لنا كان له كبير الأثر على قلوبنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ما أتمنى. يا شيخ خلاص يا أخي، فضل من الله عز وجل كتب لنا الله عز وجل أن نزور هذا المكان، وهو مركز الأيتام اللي موجود في الهند، مركز ورثة
عبد الله عبد الغني وعبد الجليل عبد الغني، الله يكتب لهم الاجر جميعا. احنا في اكثر الاماكن صدقا واطهرها تعبيرا، لان هؤلاء الاطفال الايتام الصغار ما عنده كذب مشاعر، يبتسم يبتسم من قلبه، ان بكى بكى من قلبه، ما شفتوا فرحتهم بوجودنا وحضورنا معاهم وحواليهم في تلك الهدايا البسيطه اللي قدمناها لهم وهي تعني لهم الكثير. اخواني الرسول عليه الصلاه والسلام يوم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، ما اتت من فراغ، اتت من هذا الامر لصدق هؤلاء الاطفال. لا تنسون كفاله الايتام من هذا الاجر ومن هذا الامر. الله يجزاكم الخير جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.